أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفادت مصادر لتلفزيون سوريا أن ضباطا أتراكا في نقطة الصرمان بريف إدلب نفوا وجود علم لأنقرة بالقصف الروسي الأخير الذي تعرضت له إدلب أمس. ومن جهة أخرى قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده تعمل على إنشاء مركز تنسيق مشترك مع الروس حول إدلب. تفاصيل أكثر في تقرير محمد الضغيم. مع دخول روسيا إلى جانب نظام الأسد في حملة القصف المكثف على مدينة إدلب وريفها في الأيام الماضية، يبقى السؤال العالق منذ أشهر محل جدل حول الموقف التركي مما يجري. هل تنسق أنقرة مع موسكو فيما يحدث؟ هذا سؤال أجاب عنه ضيف الله المر، أحد مسؤولي التواصل مع نقاط المراقبة التركية بحسب مصادر لتلفزيون سوريا، الذي قال إن ضباطا أتراكا في نقطة الصرمان شرقي إدلب نفوا وجود أي تنسيق بين تركيا وروسيا فيما يتعلق بالقصف الأخير، مؤكدين أن التصريحات الروسية عارية عن الصحة. هذا النفي يقود إلى سؤال آخر، ماذا ستفعل أنقرة حيال ما يجري وهي الطرف الأول في اتفاق سوتشي الموقع مع الروس؟ يجيب من بروكسل وزير الخارجية التركي على ذلك، مشددا على أن بلاده ملتزمة باتفاق إدلب رغم جميع الاستفزازات، مع تصميمها على حماية الهدوء في المنطقة، دون أن يوضح الوزير التركي آلية ذلك. لكن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أوضح أن العمل مع روسيا جار لإنشاء مركز تنسيق مشترك في إدلب، وهذا مؤشر على مضي أنقرة في تعاونها مع الروس رغم كل الخروقات لاتفاق سوتشي، إذ تدرج النظام مع الروس في نقضه بدءا من قذائف المدفعية وصولا إلى عودة الطيران بكثافة إلى سماء المحافظة، رغم نقاط المراقبة التركية الاثنتي عشرة المنتشرة على الأرض، ورغم بدء أنقرة تسيير دوريات هناك التي قال الأتراك إنها تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وهما هدفان يغيبان حتى الآن عن أرض إدلب وسمائها. ولمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من غازي عنتاب عبد الله سليمان أوغلو الكاتب والصحفي التركي. أرحب بك سيد سليمان أوغلو، وأبدأ معك من نفي النقاط التركية لأي تنسيق مع روسيا فيما يخص قصف إدلب أمس. كيف يمكن لمصادر رسمية إعلامية روسية أن تعلن أنه كان هناك تنسيق دون أن يكون هذا التنسيق أمرا واقعا بتقديرك؟ يعني باعتقادي بأن الروس يكذبون في موضوع التنسيق مع تركيا. هناك تنسيق روسي تركي فيما يخص كان الدوريات المشتركة بين الطرفين في منطقة إدلب، وأعتقد بأن الأتراك أعطوا للروس نقاط إحداثيات نقاط المراقبة التركية وكذلك مسار الدوريات التركية لعدم قصفها، فلذلك الروس استغلوا ربما هذه النقطة لإيحاء بأن هناك تنسيقا روسيا تركيا في القصف على إدلب. ما مصلحة تركيا من قصف إدلب، ولا سيما بأن تركيا مقبلة على انتخابات وهي تريد أن يكون الاستقرار هو الحاكم في إدلب حتى لا تكون هناك أي موجات لجوء ونزوح جديدة تشكل ضغطا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لتركيا، فلذلك الروس باعتقادي يكذبون في هذه النقطة، وباعتقادي خلال الساعات القادمة سيصدر تصريح. لكن يا سيد سليمان أوغلو بغض النظر مستوى رفيع بالتأكيد بغض النظر عن الوضع الداخلي التركي، نعم، ربما هناك مصالح تتعلق بشرق الفرات، ويعني ما يتحدث عنه بعض المراقبين بأنه قد تكون هناك مقايضة بين الدور الذي كانت تريد أن تلعبه روسيا شرق الفرات وبين ما يجري في إدلب اليوم. يعني بقدر ما هو منطقة شرق الفرات مهم بالنسبة لتركيا وكذلك إدلب أيضا مهمة بالنسبة لتركيا، لأن في حال سقوط إدلب أو في حال حدوث أي عملية عسكرية في إدلب بالتأكيد سيشكل ذلك خطرا على عفرين ويشكل خطرا على منطقة دير الفرات، فبالتالي الأتراك لن يستفيدوا من أي تدخل أو تصعيد في منطقة إدلب إن كان عسكريا أو حتى من باب النزوح وكما قلنا، فلذلك لا مصلحة للأتراك بتصعيد أو بالسماح بتصعيد روسي في منطقة إدلب مقابل المقايضة إن كان في منطقة
قطر رفعت أو في منطقة شرق الفرات في منبج. فلذلك الروس يحاولون الضغط على تركيا لعدة أسباب أنا برأيي، منها لإعادة التطبيع الأتراك مع النظام، وطرح سابقا بوتين موضوع اتفاق أضنة، موضوع الآخر القضاء على الضغط على الأتراك، القضاء على هيئة تحرير الشام، والنقطة الثالثة أعتقد بالضغط على الأتراك لفتح الطرقات الدولية حلب دمشق، لاذقية دمشق، وحتى عنتاب حلب. نعم، طيب يعني إذا كنت لا ترى أي مصلحة لتركيا بالقصف على إدلب، وهذا ما يتفق فيه معك كثيرون بالتأكيد، لماذا لم يكن هناك أي رد رسمي واضح أو تنديد بهذا القصف الذي حدث بجوار هذه النقاط التركية؟ وحتى كان هناك اليوم تصريح أيضا لوزير الدفاع التركي يعني تجنب فيه أي رد مباشر يتعلق بالموضوع، وتحدث عن تنسيق جديد مع روسيا ربما. يعني كما تعلمون تركيا تعيش هذه الأيام أجواء انتخابية لانتخابات مجالس المحلية، وهي مهمة جدا بالنسبة لتركيا، فلذلك تركيا لا تريد استثارة أو أن تكون هناك أي توتر في العلاقات مع روس ربما مجددا، ولا سيما بأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية حاليا هناك توتر إلى حد ما. فلذلك ننتظر، ربما ينتظر الساسة صدور تصريح من رئيس أردوغان بذاته حتى يقول بالتصريح رد على أولا دعاءات روسيا بالتنسيق الروسي التركي، وثانيا بزيادة التصعيد، لأن المنطقة هناك كان خفض التصعيد، الآن هناك منطقة يمكن تسمية إدلب بمنطقة رفع التصعيد بعد قصف الروسي لمنطقة لإدلب وريفيا. طيب بتقديرك ماذا يعني إنشاء مركز تنسيق مشترك حول إدلب في هذه المرحلة بعد أن وصلت الخروقات إلى هذه المرحلة، وكان هناك أيضا يعني سلاح روسي تدخل بشكل مباشر حتى في قصف هذه المناطق؟ نعم، أعتقد مركز تنسيق المشترك لتنفيذ بنود اتفاق سوتشي الذي نفذ حتى الآن بأن منطقة الجبهة حوالي بعرض 15 كيلومتر تم نزع سلاح ثقيل منها، لكن هناك بنود أخرى لم يتم تنفيذها بعد، ومنها مثل ما قلنا فتح الخطوط الدولية. ربما يكون مركز تنسيق المشترك لإعادة الاستقرار، عودة الاستقرار إلى إدلب مرة أخرى، وفتح الطرقات الدولية، وتنفيذ كافة بنود اتفاق سوتشي. أعتقد مركز التنسيق بهذا الصدد، وايضا لضبط الخروقات. نعم، هل كانت روسيا بحاجه ان تقوم بهذه الحمله العسكريه لتنفيذ اتفاقات قد قامت بها مع تركيا، يعني مثل فتح الطريق الدوليه؟ لم يكن هناك طريقه لفتح الطريق الدوليه دون تهجير كل هؤلاء المدنيين الذين اضطروا للخروج الى الشمال و يعني انزال بيوتهم فوق رؤوسهم، وهذا العدد من المدنيين الذين قتلوا؟ يعني أنا باعتقادي الروس يمارسون اليوم حرب بلطجة في سوريا، وخاصة بأن يستفيدون ربما من وضع الدول القائم حاليا، وبعد اقتراب أي حل سياسي، وهناك حديث عن لجنة دستورية، وبداية أي عمل سياسي يعني نهاية النظام برأيي. فلذلك الروس يحاولون الضغط بشتى الوسائل لخلط الأوراق، وليكون لديهم أوراق قوة ربما تفاوض في على الطاولة، فلذلك من هذا الباب يضغطون على تركيا، ولا سيما تركيا في أجواء انتخابات كما قلنا، فتحاول تستفيد. ومن باب آخر أيضا روسيا تتواصل مع قوات قسد، وتتواصل مع PKK، وتعطي ضمانات في حال انسحاب القوات الأمريكية بأن لا يكون هناك أي تدخل تركي في شرق الفرات. طيب دعنا نسمع صوتا من الداخل، من داخل إدلب، وينضم إلينا الباحث والأكاديمي بسام صهيوني من هناك عبر سكايب. ورحب بك سيد صهيوني، وبداية يعني حبذا لو تضعنا في صورة تفاصيل أكثر حول ما جرى يعني في نقطة المراقبة التركية مع الأتراك، ويعني تفاصيل ما ردوا به تحديدا. مرحبا بك وبالسادة المشاهدين والضيف الكريم عندك. طبعا أنا أتكلم ابتداء على القصف الذي تناول مدينة إدلب البارحة، وهو يعني بعد غياب طويل كان في الحقيقة رسالة سيئة جدا. كان هناك 4 غارات، كل غارة فيها 4 صواريخ، حوالي 16 صاروخا. تركز الضرب الأكثر 8 صواريخ كانت على سجن إدلب المركزي، وبقية الصواريخ كانت في وسط مدينة إدلب على الأبنية السكنية.
في الحقيقة هذا مؤشر خطير جدا في التصعيد المحتل الروسي الذي يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في إدلب هنا، ويحاول شرخ العلاقة بين الحاضنة الشعبية وبين المؤسسات الموجودة هنا مع الجانب التركي الذي يبذل دائما جهود كبيرة في منع أي كارثة إنسانية تحصل في إدلب وما حول إدلب. وهذا كان محور أو كلام ملخص كلام الأتراك الموجودين في النقطة التركية، كان يعني عبارة عن إعادة نوع من الثقة لدى الحاضنة الشعبية التي تذمرت كثيرا في الحقيقة من ضربات أمس. ضربات أمس كانت ضربات في العمق، في عمق المدنيين، وطبعا الأبنية السكنية موجودة وأسماء الضحايا موجودة، ولا زالت بعض جثث الضحايا موجودة في المشافي. نعم. طيب، هل تعتقد أنه سيتم التواصل من جديد أيضا مع النقاط التركية في هذا الصدد؟ يعني لا سيما أنه كما كنا نتحدث منذ قليل لم تظهر حتى الآن تنديدات واضحة من قبلهم بما حدث. في الحقيقة نحن نقرأ رسالة الشارع هنا، رسالة فيها تحميل نوع من المسؤولية للنقاط، ونرى أن الضربات الروسية موجهة لعدة رسائل. الرسالة الأولى هي زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وضرب المؤسسات الحيوية فيها، مؤسسة الكهرباء والمحكمة ومبنى الحكومة والسجن المركزي، كي يكون هناك يعني عدم استقرار وعدم مأسسة لأي شيء في الداخل المحرر. الرسالة الثانية هي أن هناك خلايا قاعدة حميميم التي قبض عليها، التي فجرت سيارتين منذ أسبوعين وأدت لمقتل عدد كبير جدا من المدنيين، وضبط معهما أيضا سيارتين مفخختين، خلايا تابعة للروس مباشرة أرادوا إخراج هؤلاء الخلايا، هذه الخلية أو قتلها. وكذلك بالإضافة إلى أن السجن الموجود فيه كثير من الإرهابيين من الدواعش ومن الخاطفين، والذين تمت على أيديهم جرائم مخلة جدا بأمن المنطقة هنا، فأراد المحتل الروسي أيضا إخراج هؤلاء أو قتلهم، خاصة ما يتعلق ب جواسيس وعملاء قاعدة حميميم. طيب، إلى أي مدى يمكن؟ الشيء أيضا كما قلنا هو زعزعة، نعم، زعزعة استقرار هذه زعزعة المنطقة، ثقة أيضا زعزعة العلاقة بين الحاضنة الشعبية هنا وبين الجانب التركي الذي تنظر دائما هنا، الناس ينظرون لتركيا بنظرة غير بقية الدول الأخرى التي يعني تركت الشعب الروسي تحت نيران قصف المحتل الروسي. نعم. طب، إلى أي مدى تتوقع إلى أي مدى تتوقع أن تصل العملية الروسية اليوم؟ هل ستكتفي مثلا بأهداف محددة كما تحدث السيد سليمان أوغلو، ربما فتح الطرق الدولية والذي كان بندا من الاتفاق بين الروس والأتراك، أم أنها من الممكن أن تذهب أبعد من ذلك؟ في الحقيقة لا نرى هناك أي وضوح في السياسة الروسية، سياسة عدوان وإرهاب، إرهاب منظم، إرهاب في قتل المدنيين حصرا. يعني جميع الغارات التي تستهدف المدن نراها تستهدف المدنيين، تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ، وهذا واضح للعيان، ونحن دعونا وندعو وتغطي وسائل الإعلام كل هذه الأحداث، ندعو للكشف عن زيف ادعاءات الروس. الروس ليس لديهم سياسة حقيقية في زرع أمان أو اطمئنان في المنطقة أو أي حل سياسي، هذا الحل السياسي يكون فيه يعني إرادة الشعب الذي خرج لإسقاط نظام طاغي، نظام أدى إلى قتله وتهجيره. دائما المحتل الروسي يقف مع هذا النظام وليس عنده إلا سياسة القتل والترويع والإجرام. أشكرك شكرا جزيلا بسام صهيوني، الباحث والأكاديمي، كنت معنا عبر سكايب من إدلب، وشكر موصول لك أيضا عبد الله سليمان أغلو، الكاتب والصحفي التركي، كنت معنا من غزة، عتاب عبر الأقمار الصناعية. مشاهدينا، أشكركم على طيب المتابعة، والمزيد على موقعنا سيريا.تي في. إلى اللقاء.